بسم الله الرحمن الرحيم. محمد فوزي منظور، مدرس الفيروسات، كلية الطب البيطري، جامعة قناة السويس. انطباع عن دورة التو او تي في الليفل اي تي 098 ليفل. الدورة ديت انا شايف انها ممتعة جدا وشيقة جدا ومثمرة جدا، انا استفدت منها على المستوى الشخصي كتير جدا. توقعاتي كانت قبل الدورة ان انا كنت جاي اخد دورة زي دورة التنمية البشرية وكده، وخدت دورات كتير في التنمية البشرية، لكن وجدت اختلاف تماما ما بين الدورة واساليب التدريب والتدريب اللي انا اخدته على التنمية البشرية. الدورة علمتني كتير جدا، اثقلت المواهب اللي موجودة عندي، زودت مواهب كتيرة جدا ليا، غيرت اتجاهاتي عموما في الحياة، اتجاهات عموما استفدت منها فعلا كتير جدا. اكتر حاجة اتعلمتها من الدورة ديت، انا عن نفسي اتعلمت تنظيم الوقت كويس جدا. انا هقول لحضرتك حاجه بسيطه، انا دخلت جيش، قعدت في الجيش فتره يعني سنه كامله، انا فعلا اتعلمت تنظيم الوقت هنا ايكوال او اكتر كمان من اللي اتعلمته في الجيش. انا يعني اوقات كنت بزوغ من الجيش هنا، انا ما عرفتش ازوغ دقيقه واحده من اي دوره تدريبيه، تمام؟ فاتعلمت فيها فعلا كتير. ارشح الدوره التدريبيه ديت لكل الفئات وبالذات اعضاء هيئه تدريس اصحابي انهم ياخدوا، لازم تو او تي لازم تبقى دوره اجباريه موجوده عليهم. شرفت بالعمل مع كل اللي موجودين في الدوره، مع اصحابي كلهم اتعلمت منهم حاجات كتير جدا. شرف كبير ليا ان انا اتعامل معاهم دلوقتي في الدوره وبعد الدوره ان شاء الله. شرفت بالتعامل مع المدربين، مدربين محترمين جدا على مستوى عالي جدا من المهنيه والالتزام. شكرا لكم جميعا.